ظهر المجرم والمطلوب دوليا من مجلس الأمن صلاح بادي، ظهر مع عدة قادة الميليشيات وأعلامهم في بلدية تجوراء، وهو يتوعد الجيش الوطني ويحاول رفع معنويات الميليشيات والجماعات الإرهابية، كما ظهر في صورة أخرى مع أحد عملاء الغزو التركي. يذكر أن المجرم صلاح بادي كان يظهر في محاور صلاح الدين واليرموك وطريق المطار سابقا، ليظهر الآن في تجوراء بعيدا عن محاور القتال جنوب طرابلس، حيث يظهر من وقت لآخر لتحريض الشباب والزج بهم في أتون الحرب والموت، ثم يختفي عن الأنظار ليظهر مرة أخرى في كل مرة تتعرض فيها الميليشيات للهزيمة والانحدار في أحد المحاور، أو عندما يقوم عناصر الميليشيات بانتقاد قادتهم وتقصيرهم في الحرب القائمة وتركهم يواجهون مصيرهم. صلاح بادي لم يكتفي بحرق مطار طرابلس وتدمير عشرات الطائرات وقتل المدنيين بقصف ميليشيا الصمود الإجرامية، فهو الآن يسعى لتدمير مؤسسات أخرى وإهدار مقدرات أخرى وقتل مواطنين آخرين في طرابلس.